بون، مساء الخير عليكم الناس اللي لحقت على اللايف، ولا الناس اللي ما لحقتش نقول لكم اللايف ما كملتوش. بخصوص موضوع اللي هضرنا عليه هذاك النهار في ستوري، والموضوع اللي كتبته اليوم في ستوري باش ندير عليه لايف ولا ستوري، وبزاف ماشي بزاف ناس، الناس هما اللي خليت لهم موضوع في يدهم انهم يصوتوا على يا ستوري يا بث مباشر، والتصويت كان على البث المباشر. لكن بما انه البث المباشر كان كاين بزاف ناس ما كانوش يسمعوا صوت مليح، ولا كان كاين في تقطعات في الصوت، فجيت نهضر لكم في الستوري احسن واضمن. اول حاجه، كما كنت نهضر في اللايف قلت انه اي واحد راهو مقبل على شهاده التعليم الثانوي هذا العام، على بالي بلي هذا العام راهو مختلف على اي عام كان قبل، للأوضاع تاع هذا العام للأسف اللي كانت مختلفة تماما على كل العوامل اللي سبقت وعلى المعتاد. فأنا الشيء اللي نقدر نمده لكم راني هنا، وهذا الشيء مزية. كاين الناس اللي دخلوا عندي في الخاص وقالوا لي يا ريت تعطينا تجربتك الشخصية، لا فمديت يعني كاين زوج ولا ثلاثة بديت لهم، لكن جاتني فكرة قلت لما لا، لو هذا الموضوع يفيد ممكن يفيد الناس، ولو ممكن يفيد الناس اللي راهم مقبلين على هذه الشهادة، لما لا نقوله في الملأ وكل الناس تستفيد كما استفدت أنا. أول حاجة الهدف، الهدف مهم جدا في حياتنا كلنا، فسواء كنت مقبل على شهادة التعليم الثانوي، سواء كنت مقبل على أي شيء في الحياة، لازم لك هدف. تقولي مثلا ما هو الهدف؟ الهدف كل واحد كيفاش رسم في حياته. دوكا أنايا راني نهضر في بلاستيك، دوكا أنايا هاد العام عندي الباك ولا راح نجوز الباك، علاش راني حاب نجيب الباك؟ أوكي، تقولي راني حاب نجيب الباك باش نطلع الجامعة. اوكي، نطلع الجامعة ولا نخير التخصص اللي راني حابه وننجح ونتخرج، ومن بعد والله عندي هدف انه نخدم في المجال الفلاني، ولا اني حابة نكون حاجة الفلانية في المجال. فهذا هو الهدف، الهدف هو اللي فوق كامل. ما تخيرش الهدف، ما يكونش لازم يكون الهدف تاعك قريب، لا، خلي هذا الهدف البعيد، هذاك البعيد اللي كل ما تقرب له كل ما يزيدوا اهدافك، كل ما يزيدوا طموحاتك. مثلا كاين ناس يقول لك انا نجيب الباك باش نطلع للجامعه، لا، ما تخليش الهدف يكون قريب، خليه بعيد. الحاجه الاخرى والاهم هي طريقه المراجعه. دوك على بالي تجي تقولوا لي كنزة هذا العام كان صعيب، ما قريناش كيفاش، مع بالي دوك سمعت انه راكم وليتوا للقرايه باش تكملوا بعض الدروس اللي ما قريتوهاش، الله اعلم، ما عنديش المعلومات الكافيه، لكن اللي حاجه اللي نقدر نقولها لكم انه في هذا الوقت اللي مازال لكم على الباك، بين بلي راح يعطيكم حاجات قريتوها ما حش يعطيكم حاجات مازال ما قريتوهاش. لذلك الحاجات اللي قريتوها لازم يكون عندكم وقت منظم للدراسه ولا للمراجعه. انا مثلا واش كنت ندير في الوقت اللي عطاوه لنا باش نراجعوا؟ كنت نوض صباح، اكيد نرقد بكري باش نوض بكري، لانه كي تنوض بكري المخ تاعك يكون مرتاح، قصدي كي ترقد بكري وتنوض بكري المخ تاعك يكون مرتاح، وتكون قابل انه ولا يكون قابل انه يستقبل معلوماته ويحفظها. لذلك نحاولوا قدر المستطاع نتجنبوا السهر هاد الايام. سهرتوا بزاف وقعدتوا بزاف وضيعتوا وقت بزاف، جا الوقت انه نلتزموا. كيفاش نلتزموا؟ ما نسهروش بزاف، ماشي ما نسهروش بزاف، ما نسهروش، ممنوع السهر من اليوم حتى نهار الباك، ممنوع السهر حتى الايام اللي تجوزوا فيهم الباك، ممنوع السهر بتاتا. ارقد بكري، نوض بكري، نظم وقتك. مثلا اليوم عندي في كل نهار دير زوج مواد اللي تراجعهم، ماده اساسيه وماده ثانويه. ما ديرش زوج مواد اساسيه في نفس الوقت، وما تديرش زوج مواد ثانويه، ولا يكون تكون المراجعه عشوائيه ما على بالكش واش راح تراجع. نظم، دير جدول توقيت السمانه كاع، الوقت كتب كامل الايام اللي راح تراجع فيهم من حتى نهار الباك ان شاء الله، كتب السبت حد الى اخره كاع الايامات، وخلي نهار قبل الباك راحه، ما تدير فيه والو، لكن نهار قبل الباك لازم مخك يريح. لذلك اول يوم مثلا، نعطيكم مثال فقط،
نهار نوض صباح نشرب قهوتي 9 تاع الصباح ل 10 ما على باليش، المهم كيما تحب تبدا نتايا، المهم نبدا بكري، نكون في بيت ولا نكون في مكان فيه تهويه باش يكون اكسجين، باش المخ تاعي يستقبل المعلومات مليح، ما يكون مهوي. حاولوا تتجنبوا الكليماتيزور، حاولوا على قد ما تقدروا، لكن إذا كان الجو حار بزاف معليش، لكن لو تشوفوا أنه الجو مليح حاولوا تفتحوا الطاقات باش يدخل الأكسجين مليح. وهو من برا بالك كاين ناس يشوفوا حاجة شوية بزاف، لكن والله هادو كلهم معلومات علمية وصحية ومثبتة وكاينة منها. مثلا بخصوص المراجعة، مثلا أنا اليوم راح نراجع مثلا على سبيل المثال مادة علمية وصحية ومثبتة وكاينة منها. مثلا بخصوص المراجعة، مثلا أنا اليوم راح نراجع مثلا على سبيل المثال مادة الأدب العربي. أنا خيرت مادة الأدب العربي، ما نخيرش معها لغة أخرى، لأنه الأدب العربي حبينا ولكن هي عبارة عن لغة، ما نخيرش معها مثلا الفرنسية ولا الإنجليزية، لا، نحاول نخير معها مادة علمية، نخير معها رياضيات، فيزياء، ما على باليش هنايا أي مادة تكون ما تشبه لهاش. إلا حنقرأ اليوم فرنسي الصباح مثلا، العشية ما نقراش أونجلي، العشية نخير مادة ما تشبهش لهذيك المادة، يعني ما نحاولو ما نقراوش مثلا رياضيات وفيزياء في نهار واحد، ولا نقراو فرنسي وأونجلي في نهار واحد، لازم نخالفو، تكون مادة علمية مادة أدبية، تكون لغة معينة ما نديرش لغة أخرى في نفس النهار إلى آخره. والمستحسن مثلا الصباح نبدأ بالمادة الأكثر تعقيدا واللي تستهلك مني واللي تحتاج مني تركيز أكثر، لأنه الصباح يكون تركيزنا أحسن من المساء، لذلك نختار الصباح مادة تستحق التركيز، والعشية مادة تستحق أقل تركيز وأقل تعقيد. هذه هي حاجة واحدة أخرى مهمة بزاف بزاف بزاف، هي الراحة. الراحة بين فترة وفترة. وش معناتها بين فترة وفترة؟ يعني مثلا أنا نط بديت المراجعة الساعة 9 تاع الصباح مثلا، على 11 ولا على 10 ونص نجرب انه نغير النشاط. على بالكم انه المخ كل ما تغير له النشاط كل ما لما ترجع للنشاط الاول يلقى روحه احسن ويقدر يستوعب احسن. مثلا انا من 9 لل 11 مثلا، اعطيكم مثال فقط انت وكيفاش تقسم الاوقات تاع الراحه تاعك. مثلا انا من 9 ل 11 قريت مليح وركزت مليح وكنت مركز، يعني ما عنديش حاجه تلهيني، ما عنديش تليفون قدامي، ما عنديش تلفزيون قدامي، ما عنديش ناس داخلين خارجين عليا، لا، نكون في موقع اللي يكون تركيزي تام على واش راني نقرا والهدوء وكل الامور اللي تعرف. قلنا تغيير النشاط، واش معناتها تغيير النشاط؟ تغيير النشاط ماشي نروح نلعب التليفون ولا نروح نتفرج تلفزيون ولا معليش اللي حبينا نتفرج تلفزيون ولا نهضروا 5 دقائق في التليفون ولا نشوفوا حاجه غير 5 دقائق 10 دقائق تاع مجرد انه نغيروا النشاط معليش. لكن انا تاخذوا رايي تجنبوا التليفون، لانه التليفون متاهه، لو كان تحكموا تلقى روحك داك وتلقى روحك بالك في ساعتين ولا اكثر متشدد وما تفيقش. ما ننصحكش بالتليفون، انا وحده ما ننصحكش بالتليفون. التلفزيون معليش ضرب طلع هكا شوف حاجه خفيفه، معليش اخرج ضرب دوره برا شم القهوه، كل حاجه شرب قهوه، ما على باليش اي حاجه ديرها تبدل النشاط، لكن تجنبوا الحوايج اللي يلهيو. هذه من جهه، وهذا الامر هذا مهم جدا، مهم جدا انه تخلي راحه بين وقت ووقت. الماكلة مهمة جدا، انك يكون اكلك متوازن. مش نقولك دير ريجيم، لا ما ديرش ريجيم، واللي الناس اللي راح حابين يديروا ريجيم ماشي هذا هو وقت الريجيم، لا جنب الريجيم، لكن جرب انه تاكل اكل صحي ومتنوع. هذه من جهة، وتاكل في الوقت وتاكل مليح ويكون عندك وجبات خفيفة بين وقت ووقت باش يكون عندك طاقة، لأنه تعرف المراجعة تستهلك طاقة وجهد ذهني. مهم أحبائي، هذه كانت أغلب النصائح وأهمها اللي تفكرتها واللي قدرت أني فيتكم بها، إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بشي قليل، مع أني أنا أتمنى أنكم استفدتوا بشي كبير وقدرت نصائحي توصلكم.
نقول لكم ان شاء الله يا ربي كامل موفقين وكامل ناجحين، توكلوا على ربي، كثروا من الادعيه في كل وقبل اي نشاط تقوموا به، ادعوا ربي يسهل لكم اموركم وربي ينجحكم ان شاء الله. وش نقول لكم، ما تاخذوش اي نصيحه على محمل يعني المزاح ولا انه شيء تافه. مثلا على بالي بلي طرقتكم المواضيع مثل الاكل مثل النوم، لكن كلها حاجه واحده، كلها مهمه، لانه هذا انسان وهذا جسم ولازم له يعني شحال من حاجه تجتمع باش توصلونا. وحاب ربي يوفقكم كامل، وان شاء الله يا ربي كامل اللي سيسمعوني اليوم ان شاء الله كامل تفرحوني لما تخرج النتيجه، تقولوا لي كامل كنز رانا نجحنا، وربي كامل ان شاء الله يوفقكم. نتمنى لكم كل التوفيق وكل نجاح في حياتكم الشخصيه ولا الدراسيه، وان شاء الله مستقبلا العالميه ان شاء الله كامل توصلونكم حابين. هذه كانت اهم الاشياء اللي قدرت نشارككم بها، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. تحيه مني انا كنزة موسلي، نحبكم كامل، سلام، صباح الخير.